مرحبا بكم حلقة جديدة ديال جارية جاري، برنامج الأسبوعي اللي من خلاله كنتعرفوا كل مرة أكثر على عادات وتقاليد جيراننا في مغربنا الكبير. في هذه الحلقة غادي نطرقوا لمجموعة ديال المواضيع، أولها موضوع حساس أو مجرد تساؤل عند التوانسة، واش حنا عنصريين؟ غادي نتعرفوا في موريتانيا على واقع السياحة في البلاد والمساهمة ديال هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما في ليبيا فجميع القطاعات كتعرف وجود مكثف لليد العاملة الأجنبية، إلا قطاع واحد هو الصناعة التقليدية. في الجزائر من جهة لجهة ومن منطقة لوحدة أخرى اختلاف الأطباق وطرق تحضير الشهيوات كيعطي تنوع وغنى للمطبخ الجزائري. وطبعا فقرة حمزة الفلالي لتنشيط الحلقة كيف ديما معايا إيمان عفينا ميلود مرحبتين مامادو ياسمين مساء الخير والفكاهي ديالنا حمزة الفلالي طبعا كيف كتعرفوا حلقتنا ما يمكن تكمل الا بوجود ضيف
ضيف كيشرفنا بحضوره، كيجي باش يشاركنا الحديث، وكذلك كيهضرنا على حياته الشخصيه والمهنيه. قليل من الشخصيات اللي قدروا يديروا بلاصتهم وسميتهم في عالم النجوميه في وقت قصير، وقليل منهم اللي قدروا يساهموا في تغيير الوضع ورسالتهم توصل كامله مكموله. ضيفنا لهذه الحلقه واحد من هاد النجوم اللي الاسهم ديالو طلعت بشكل صاروخي في زمن قياسي، تونسي وصوته ما خلى حتى بلاصه في العالم. كيغني بالعربيه بالانجليزيه وبالفرنسيه، وبالاضافه لانه مغني فهو كاتب كلمات، ملحن ومنتج. استقبلوا معايا بيرم كيلاني المعروف بن ديرمان. بيرم مرحبا بك في بلادك الثانية. بلدي الثاني كما يقولوا في نعم. مرحبا بك انت. منين سمعنا هذا الشيء تبارك الله وكنعرفوا هذه النجاحات ديال كلها، كنتسناو اننا نشوفوا شي راجل شايب عجوز، انت باقي صغير وتبارك الله شايب. انا 29 سنة دوام للا كما نقولوا في تونس. نعم، علاش بندير مان؟ بندير تقولوا انتم من عاش في المغرب تقولوا يضرب البندير. ايه البندير عندنا احنا في البلدان العربيه الكل هو الانسترومون، معناها رمز، يرمز لحاجه خايبه، معناها مش حاجه، معناها انا اخترت بيرسوناج اللي كي كريتيك الحاجات الخايبه كل في السوسيتي با فورسيمون التونسي، يعني في يعني كضرب الطر، احنا كنقولوا كيضرب الطر، يضرب الطر ولا يضرب الطر. نعم ايوا سيدي مرحبا بك. غنبداو اول فقرتنا ديال هذه الحلقه بان كود كور كود كول، وغنبداو بان كود كور من عند ميلود. طبعا الحاجه اللي عجبتني وعاجبه كل الليبيين هو ان الماء والكهرباء في ليبيا رخيصه من حيث السعر يعني، ولانها رخيصه نجد ان الكثير من الناس، وهذا هو الشيء اللي مش عاجبني ومش عاجب الأغلب الليبيين، أن هناك من يترك المياه مفتوحة ويترك الكهرباء شاعلة طول النهار، وهذا طبعا شيء لا يرضي الله ولا يرضي عباده يعني. فأنا ننصح أخوتي في ليبيا وفي كل المغرب الكبير أنهم يقتصدوا في الكهرباء ويقتصدوا في المياه، لأن الماء نعمة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، والكهرباء تخرج بواسطة البترول والوقود ولها تكاليف عالية جدا، فلازم كل مواطن. ولا يجيبونا لتونس خاطر غالي الماء في تونس. غالي. يجيبوها عطوا لهم شوية. والله تونس وليبيا يعني والمغرب الكبير نحن بلد واحد الآن، يعني الشعوب بدأت تتقارب من خلال هذا البرنامج، وهذا فالخير، وإن شاء الله حتشوفوا وحدة المغرب الكبير في أقرب وقت إن شاء الله. إذا غنمشيو عند مامادو اللي عنده اليوم كود كول. إحنا عندنا مشكلة في موريتانيا مع مالي التاكسيات مع الصباح. إذا كنت غتسافر مع ديك الخمسة ولا مع ديك ستة، إما تفيق واحد يديك المطار، ولا على الأقل تكون اتصلت بواحد مول تاكسي غيجيك يديك المطار. علاش؟ حيث هما ما يفيقوش بكري كما هنا. إذا ضروري تكون عندك، يعني يكون عندك تليفون مول تاكسي ولا تفيق واحد يديك المطار. وهذه المشكلة كنت كنعاني منها. ومؤخرا كاين واحد صاحبي لقى لي الحل. فوقاش ما كنت غنسافر غنجي غنبات معاه نسهر معاه نصدعوا الليله كلها ونفيقوا مع اربعه يدي المطار ويرجع ونحييه من هذا المنبر. الا ما فيقتيش ما يفيقش. غنصدعوا بعدا ما نخليه ينعس. انت ما كتنعش اذا. كنسهروا. بس في حاجه يا منى. نعم. نحن صاحبك نشكروا وندوك انت بطاقه صفراء. والمشكله حنا كنحسوا باننا في ليبيا. بحال وكاننا في ليبيا اللي ما عندكم تاكسيات. لا احنا موجودات التاكسيات، ولكن المشاوير اصبحت صعبه للزحمه ولقله البنيه التحتيه والطرق فقط يعني. نعم، اذا غادي نرجعوا للبيرم. انا كنعرف انك غناك كله هو دي كود كول. ولكن اليوم واش عندك ان كود كول ولا ان كود كور ولا ما عندكش؟ نقلبها.
كانت جود جود. ما تحشمناش. جيبونا التاكسيات في موريتانيا. جود جود. ماشي مشكل. أنت مع متحد مع مامادو. ما عرفتش أنا اللي جلس هنا تيتحد مع مامادو. حيت فلاكس ديالك ولا كنبدلوه مع ميلو. أنا ليه مش كود جول ضيف ما شيء جونتي أغاني حب وعصافير وأشجار نعم لا لي كود جول في بلادي كاو جربت لي كود جول برا طردوني من عديد البلدان ياك ما عادش نعرف مقعد لي كان فرنسا وقعدوا ليش برشا بلدان نمشي لهم يعني دونك نعمل كان دي كود كور البرة من تونس دابا صافي تعلمتي وليتي دخلت قرات تعلمت كبرت حيتي البنديرة عندي كود كور نعم وسيدي احنا غادي نشوفوا ان اكستري ديال الكليب ديالك ونرجعوا معك عديت ايامي درت البلدان كل مخمور شوف في خيالك في منامي شوف في ثياب عليك تغور نسات اللي احنا ليك مالي من دمعاتك بنا وقصور ونسى احوالك وحوالي نرجع لك المعلومه اللي عندي هو ان هذا الكليب درتي له الكتابه والانتاج والموسيقى تبارك الله عليك والرقص زاده والرقص كل شيء والانتاج وكل شيء كل شيء والطبخ زاده حتى الكاترين كنت دايره الكاترين كل شيء نقصوا من التكاليف يعني منين عندك هذه الطاقه وهذا الشحنه بانك ما شاء الله تدير كل شيء انا عندي شركه الانتاج تاعي هي اللي دي اون غروند ايكيب معناها تاع مانيش انا المخرج تاع العمل اللي هو زياد لي تيم صديقي عندي كيب كيما اي معناها اي تورناج ولكن انت المايسترو انت اللي كترأس لا مش مايسترو خاطر اكثر نحن اصدقاء دونك عندنا العمل الجماعي هو هذا اغنيه جماعيه معناها لميت فيها الشباب التونسي التالونتيو اللي عندهم معناها حبيت نوري خاطر عندنا مشكله مازالت في تونس اللي الميديا ما يوريوش الشباب مازلنا نسمعوا في معناها في اغاني من عام 80 مازلنا ما عطيناش بعكس المروك هوني المروك تطورت مليح معناها ولينا نشوفوا فيستيفال برشا تلفزه برشا دي باند جروبات نحن في تونس مازلنا في الحكايه ذي بون خاطر بحكم قبل مع بن علي كانت مسكره الدنيا وتوا بشوي بشوي دونك نحن اكثر في منطق جماعي توا قبل ما تكبر روسنا نوليو نتعاركوا مع بعضنا مازلنا اصدقاء انت قبل في النظام القديم يعني قبل الثوره كان عندك الغناء ديالك كله نضالي يعني وعنده مواضيع انجاجي ولكن غيرتي شويه كنت ممنوع في تونس انا وما زلت نوعا ما اي خاطر ممنوع توا من ثلاثة تلفزيات ثلاثة قنوات تلفزيات القنوات العمومية ما يعديونيش بعض الراديوات العمومية مع انك حاليا كتغني على الحب على لا اشياء لا لا غنيش انا غني كل شيء أنا كل شيء غني حتى من قبل حتى مع بن علي كنت نغني على الحب نغني زاد على السياسة معناها ننتقد السياسيين دونك ما تغيرش حاجه كبيره معناها في طريقه الغناء وفي المواضيع في طريقه الغناء في المواضيع ما تغيرش نعم يمكن تو نزيد لي تلفزه وراديو نجم نتعدى فيهم سينو الباقي نفس الشيء معناها نعم
معنا كما نحن نقولوا عنا مثل تونسي قلنا حين راس توم حطينا راس بصل ما غيرناش حاجه كبيره هاد الساعه ما يغركش شيء ما يغركش الربيع العربي وكل لغه هذيك والهيلان بايرم احنا شوقتنا اننا نسمعوك لايف بغيناك تختار لنا شي اغنيه تغني لنا لا اذا بعد الفصل تبارك الله عليك نجيك
احنا لحد الان راه مازال ما غنجروش عليكم المغرب. لا لا كان اغاني الحب في هذه الاغنيه. هذه الاغنيه زوينه ما فيها حب وعصافير يا دي مشوفه طردوني من الجزائر. ما انا عندي الخبر قدامي الام زي انا حدا واصلين لها عاد غنهضروا عليها. انا ما نطردوكش انا مرحبا بك انت عارف على البلاد سكت سكت. غنمشيو لتونس مع ايمان وغادي نبداو اول موضوع عندنا من تونس. الموضوع نتاعنا اليوم باش نتسالوا اسكو احنا عنصريين كيف ما تعرفوا تعرف باير مثلا كي يجيونا طلبه خاصة طلبة فرقة في تونس ديما عندنا الفكرة وديما يخرجوا بفكرة انهم توانسة عنصريين. والمشكلة جوستومون تاع العنصرية هذيا ان اون ايغنور لوتر نعرفوش الاخر. مثلا احنا كي نخرجوا لبرا نمشيو للخارج ديما عندنا فكرة تمشي لفرنسا تمشي ايطاليا تقول لهم ما يحبوش العرب ولو راسيسم انفيغ العرب اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ كو احنا في بلدنا نمارسوا نفس اشكال العنصرية نون سولمون مع العباد اللي يجين من برا مي زوسي حتى بين بعضنا. مثلا ريجيوناليزم عبد جاي من البلاصه هذيك دونك من البلاد هذيك دونك تحقره ولا تعمل عندك الجهويه مثلا والا جاي من بلاد اخرى مثلا تزيري ولا مغرب ولا برشا مع ليبيه زاد عندنا المشكله هذيك كبيره برشا مع ليبيه. ومثلا في تونس عندنا المشكله مش شيرتين لحفتها ولا ميلود موجوده مش شيرتين. تجي مثلا واحد ليبي في تونس ديما نقولوا اه هذاك ليبي هذاك براني هذاك كل شيء الوغ كو ليبي مثلا يجي ديما عندنا الفكره ان ليبي يجي يقول لك عندي فلوس دونك نعمل ايش نحب في البلاد هذيك. اما تلقى زاده في برشا بلدان اخرين التونسي باش يمشي لبلاد اخرى مثلا بون سون سيتي لي بايز زاده باش تلقاه يتعاملوا معاه بصفه خايبه ياسر. دونك عندنا المشكله هذيك وتلقاها خاصه في العباد اللي ناقصين ثقافه نتاع الاخر يعني كي روجيت لوتر اللي ما عندهمش ثقافه نتاع باش يمشيوا يتعرفوا على الحضارات الاخرى ولا المجتمعات الاخرى ولا الناس الاخرين. ونلقاها اقل برشا مثلا في الخارج تمشي في فرنسا مثلا في باريس ولا حاجه تلقى لي كوميونيتي المغاربه والجزائريه والتونس عايشين مع بعضهم لاباس عليهم يعني مع الاخرين اكزاكتومون. علاش؟ خاطر ايزون بلوس لوكازيون باش يعرفوا بعضهم غاديك باش يتعاشروا باش يعرفوا بعضهم. انا مثلا قبل ما نجي للمغرب ما كنتش نعرف حتى شيء على المغاربه ما عندي حتى فكره عليهم. كي جيت لهنا قلت يشبهوا ياسر للتوانسه كيف تعرفت على الجزائريه على ليبيه على موريتانيا زاده. دونك جوستومون لزمنا هذاك نزيدوا نتعرفوا على الاخر باغ لي فواياج باغ لا كيوريوزيتي لي فواياج. الناس اللي ما يفواياجوش هما اللي تلقايهم عنصريين بزاف باسكو ما يعرفوش يقول لك لا هذا ما نحبوش. رحت لهم تعرفهم نو ما نعرفهمش بصح علاش ما تحبوش ما تعرفهمش كان غير سمع كاين بزاف ديال لي بريجوجي وياسر على موجود راه في البلدان الكل معناها الخايب وال والباهي موجود في البلدان الكل معناها انا واحد الناس في الجزائر ولا في المغرب ولا فين ما نمشي تلقى اللي يكون باهي معاك تلقى اللي يكون خايب معاك كيما في تونس معناها. اما ليه نحن عندنا مشكله ما نستعرفوش نحن المغاربه الكل معناها المغرب تعرفوا نحن نقول لك ليه مش عنصرين اما بنتي ما تزوجش باسود. ليه ماناش عنصرين اما الشينوا مش بهم نحن مش عنصرين اما الفرنسيس ما فهمت فينالمون نكره الناس الكل فهمتوا ماناش مستعرفين معناها باللي نحن عنصرين. فما انديني نتاع العنصريه جوستومون ولا باناليزاسيون زاده نتاع باناليزاسيون مش المشكله مي سكي كو ميم اسي نوتوار انك قبل لي فرونتيير هذوما ما كانوش موجودين من اصله يعني ما كانش فما فرونتيير تاع بين الجزائر مثلا وتونس ما كانتش كيف ما اليوم بين الجزائر والمغرب كيف ما بين تونس وليبيا لي فرونتيير هذوك ما كانوش موجودين يعني اصلا كيفاش. وان بلوس برشا مثلا ديري عايشين في المغرب برشا مغاربه عايشين في تونس ليبيا زاد عايشين في تونس دوك هذوك العباد اللي يتحركوا ان بو بارتو في العالم الكل ما تنجمش تحكم انك تقول هذاك من البلاصه الفلانيه دونك هو هكاك اصلا لا نوسيون دو فرونتيير انت احنا خاطر كلنا مغاربه نو دوفري با افوار ليو داتر. في حاجه هو اللي نحب نقوله ان كل انسان يمثل نفسه يعني انا لما نلتقي مع اي انسان من بلد معين وخاطي انا نعتبره هو خاطي لكن هو لا يمثل بلده لا يمثل بلده يمثل نفسه. حاجه اخرى مثلا على البلاتو هذا بيسك احنا كلنا مع بعضنا كل واحد يمثل بلاده مثلا مامادو يقول حاجه نمسحوا معاه ولا ياسمين ولا حمزه ولا ميلود احنا نمسحوا مع الانسان هذاك ماناش نضحكوا على البلاد هذيك ونلقاو تري سوفون لي رياكسيون تشوفهم على فيسبوك ويضحكوا على موريتانيا ولا هكا تزير تضحك على تونس. ليه ماناش نضحكوا على بعضنا؟ حاجه اخرى اضافه احنا نضحكوا على تونس ولا على موريتانيا
دوكا نقدر نوريك كيفاش ندير هذا الدواد شي مشكله انت دوك انت يا لا 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 ما مشيتش من دابا فارقه معاه قلت لي موريتانيا في المغرب لا لا ما كاينش مرحبا بك لعندك قول لي بغيتي خذ تحيه موريتانيا كان بايرم انت كتسافر في العالم بحكم يعني موسيقى الجيرواز صافي ماشي جو سون كونتر بينك وبيني راه رايح لو كورون باس اه تري بيان انت كتسافر في العالم كله واش كتحس بال يعني بالغاسيزم من جهتك يعني واش كتحس ب في فرنسا صارت لك حكايه بايرم مره في الديوانه في البوليس او فرونتيير في فرنسا حتى قال لك شو ما جبتليش لافيتاسيون ما قاليش بيك ما قال لي بوركو تي ني با انتوزياست قلت له نشطح لك فوق الطاوله شنو قلت له وي في با انتوزياست قلت له راني جاي لفرنسا باش نخدم خنتي جو رونتر شي موا معناها شنو انتوزياست نعمل هاي فيف لا فرنسا سي فري بالحق هذا غير كان باغي فيك الخدمه بغا يصيفطك من الديوان زاد مره صاروا لي برشا حكيت مره ماشي في الطياره عندي تورني في كندا قعدت معايا مراه كنديان في الطياره قالت لي منين انت؟ قلت لها من تونس قالت لي فو بارلي مسلمون قلت لها نو الله اكبر قلت لها هذيك معناها في بالها لونغ قلت لها انا دي ريجيون كي بارل كريتيان دي ريجيون كي بارل بوديس سا ديبون نو مي لا تو انا جو سوي ا لوس انجلوس معناها ما تفيقش بال معناها مثلا الامريكان ديباسي هنا ما يهموش ما يهموش يحب يعرفك منين وكاهو معناها اما الراسيزم نلاحظوا اكثر في فرنسا في فرنسا سورتو فرنسا اكثر في فرنسا تلاحظوا معناها يفو كومبروند لا ناتور نتاع الشعوب هذيك اذا غنمشيو عند حمزه وغنشوفوا شنو موجد لنا اليوم غادي نهضر على واحد المرض اللي يرجوان شويه العنصريه اللي هو هذاك انا اللي كنسميه مرض ديال جوج وجوه اللي كيكون عندك جوج وجوه يعني النفاق كاين واحد النوع ديال الناس اللي ملي تيتلاقى معاك انت هو اللب ديال الحياه الشخصيه ديالو ومن غير كدور دير بحال تعتصر ولا شي حاجه كيعطيك في دارك هذا سي اون مالادي تري غاف اللي انا تنقول للناس زعما اللي ما كيبغيش شي واحد يقول له لي فوجو وصافي اش غيوقع كاع ماشي ضروري يقولها لي ولا ما يميك ما ينافقوش غير ما يشكروش بزياده فوالا حيت لا دينيا ولا ايتيكمون ولا في الاداب هذا راه ما مزيانش تكون منافق المهم شوفوا واحد جاري اللي ماشي استاذ هو في الحقيقه دكتور في النفاق ورجع شوف بلا ما تبقى تسوق على هذيك الهضره انت راه محبتك راه ما عندها ثمن عزيز عليا صاحبي لا لا كتدخل القلب وانت واحد ولد الناس منك ما كان ما تقطعش عندي دوبل ابيل ولا اش غدير قطع تنعاود نعيط لك قطع ولا عاود عيط لك هاو جي وجهك بنادم مريض صباحات ولي لا يا ربي السلامه قال لك ولد الناس لا واش شفت لا 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 شوف سبحان الله العظيم الا كنت نهضر مع خوك بخير والله الا راكم عزاء شتي انت وخوك في هاد الدرب هما انتوما اللي كاينين بالله كنهضر مع حتى شي واحد كتغبر عليا صاحبي دوز عندي مره الله يحفظك لما دوز يلا تهلا صباحات ولله سطحنا على الكمامر هادو عرفت كيدوز هاد النهار هادا يا ربي السلام المهم انساني بحاجه وحده ان المنافقين والمنافقات في الدرك الاسفل من النار شريكي با 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 واعر واعر الله عليك يا شيخ الله عليك والله ما قصرت لا فقط احيانا ما كيكونش نفاق دابا هذا شفنا كاريكاتير كنعرفو مزيان هذا ولكن احيانا كتكون دبلوماسيه ولا كتكون احترام مشاعر يعني تهضرش على الدبلوماسيه سي فغي متفق معاك بعض المرات مضطر انك ما تقولش الحقيقه لشي انسان باش ما تجرحوش يعني ماشي ضروري نجرحوا الناس ولا ولكن من انت زعما كديرها بالعاني هذيك اللي خايبه اما الدبلوماسيه وهذا زعما سي فغي ما خصكش تضرب بنادم ولكن عاوتاني حدا راسك نعم قلت شيء قلت ضيفكم تاع الحلقه الفارطه حط شوينغوم منافق معنا شكون الضيف برا شكون الحلقه الاخرى هاي الحلقه سر
سير تفرج بس تعرف سيد الضيف معناه ما عادش تحط شوينغوم في التلفزه وفقنا بك. اذا غنمشيو لعند مامادو في موريتانيا ونشوفوا موضوع اليوم. احنا عندنا سياحه يمكن نعتها بالسياحه الثقافيه، علاش؟ حيث ناس بزاف اللي كيجوا عندنا كيزوروا بعض المدن التاريخيه عندنا بحال شنقيط ووادان، هي مدن اثريه، وهذوك الناس اللي كيجوا لهذوك المدن يكتشفوا الاثار. وزياده على ذلك عندنا مناطق اخرى مزيانه للسياحه، يعني فيها ما يتشاف بحال باندرغان والراس الابيض ونواحي ديال كرمسين اللي محاذيه لنهر السنغال. واللي سمع نهر السنغال كيقول هذاك النهر لا، هو النهر اللي كيفرق بين موريتانيا والسنغال. اذا دوله باش تشجع يعني السياحه في موريتانيا، اضافه الى وزاره السياحه هناك مكتب للسياحه، يعني والوزاره والسياحه كلها كتحاول يعني وضع او لتحسين يعني احوال السياح، سواء من الناحيه الامنيه، سواء من الناحيه الاجتماعيه او من شتى النواحي. وزياده على ذلك يعني كاينين فنادق باثمنه معقوله، نقدروا نعطوا بعض الامثله. احنا جايينك لدارك تو، زين تعطي فينا في اثمنه هذيك الديور. ونجيو زاد بلاش تليفون، نجيو ديريكت. الديور ما فيهم لا اثمنه لا والو. ومرحبا بك في اي وقت. جينا كاملين تستقبلنا كاملين. مرحبا بكم كلكم. دخلنا عليك الجمهور. ندوي معك بالجمهور. الجمهور. وكل شيء. مرحبا بكم. مع حوايجكم. اذا الموريتانيين كيرحبوا بالسياح. كيرحبوا بالسياح وبالضيوف وباي كان. اذا السياحه في موريتانيا كيفاش دايره؟ يعني واش كاينه؟ واش كثيره؟ واش لا السياحه كاينه. كاينه. والا ان السياحه يعني كما هو معروف هي في فتره يعني بعض المرات مد وجزر، يعني حيث كياخذوا بعده عوامل، بعض المرات نواحي امنيه، بعض المرات حيث عندنا الحراره في بعض المرات يعني من شهر يعني شهر 3 حتى شهر 6 هذه حراره مفرطه بعض المرات، ولكن في اغلب الاحيان الحراره شويه مقبوله. ومنين يجي معكم ميلود؟ شرط ما يجيب معها لا بطاقه حمراء لا صفراء. الشرط الوحيد اللي عليه ميلود. صافي. اذا غنمشيو عند ميلود ونشوفوا شنو موجد لنا فقره اليوم. اليوم نبي نتكلم على الصناعه التقليديه في ليبيا، وفيه حرفه يعني يزاولوا فيها الليبيين للان، وان كان عددهم قليل اللي يزاولوا في هذه المهنه، وهي المهنه اللي خاصه بعمليه تقصدير الـ ما يسمى بالقدور او الـ او الـ او الحلل او الطناجر اللي كانت تصنع من النحاس. نعم. من النحاس. وهذه المهنه طبعا ما يقدرش اي زائر لليبيا لغرض العمل يعمل في هذا المجال، لان ما فيهاش ربحيه من حيث المال. بس هنا كيف؟ الصناعة التقليدية. اي نعم. مش عندك روبورتاج؟ هو طبعا ممكن نحن نشاهدوا هذا الروبورتاج بناء على طلب. راني روبورتاج بناء على طلب ايمان وبعدين نعود نشاهد الروبورتاج. الصناعة التقليدية في ليبيا أشكال وأنواع، وصناعة النحاس عندها واحد المكانة خاصة، بحيث كنلقاو أسواق فيها غير المواد المصنوعة بالنحاس. هذا السوق من أقدم الأسواق الموجودة داخل مدينة طرابلس، أو من ضمن الأسواق القديمة داخل مدينة طرابلس. يتميز هذا السوق بصناعات تقليدية النحاسية بكافة أنواعها، الأواني النحاسية أو هلة المساجد أو الهدايا بجميع أنواعها. من جد الأب الحفيد. صناعة تقليدية النحاس بالنسبة لهاد الناس هي التاريخ، هي الحاضر، وهي المستقبل. ونتذكروا فيه احنا عرفنا وشيابين الاولين والصنايعيه الاولين اللي كانوا داخل السوق الله يرحمهم، ونحيي ان شاء الله ربي يعطيه الصحه في كفاحه في هالصنعه هذه. للاسف هذا النوع من الصناعه يعاني حاليا ازمه لعدم نظره الدوله او الجهات المختصه او الناس الذي قائمين على تشجيع هذه الصناعه لكي تستمر وتبقى. للأسف قائمة هذه الصناعة حاليا بمجهودات تادية من قبل الحرفيين داخل هذا السوق. صناعة تقليدية النحاس فن وإبداع، عند الناس اللي خدامين فيها هي أكثر من حرفة، هذاك الشيء علاش خاص كل شيء يهتم بها باش تبقى ديما حية.
وكيف ما شفتوا طبعا من خلال هذا الروبرتاج، الروبرتاج يحكي عن نفسه بنفسه واضح، وان هذه مهنة نتمنى ان وزارة الصناعة والمعادن ان تدرب الجيل الجديد من خلال معاهد التكوين والتدريب المهني، باش الجيل الجديد يحفظ هذه المهنة ويديرها بما يتلائم مع العصر، يعني يتواكب العصر وتطور تطوير ان شاء الله ان شاء الله. إذا من الصناعة التقليدية في ليبيا غادي نمشيو نشوفوا طبخ في الجزائر، وشنو طبخ لنا ياسمين؟ أنا ديجا باش نبدا أنا حبيت نقول لكم بلي الجه مش تقول لنا باش طيب رجعتوا ياسمين باش طيب لنا اليوم واش نطيب لكم؟ لا ما ما طبخ تزيري ما طيب انت غير تقدر طيب القلب ما في الحار بزاف لا غير باش نقول لكم بلي هذه هي لا كرونيك الواعره كاع اللي درتها دوبي ديبي تاع لا ميسيون باسكو ما كاين بزاف لا بوكو دانفورماسيون ادوني و فريمون انا بديت جفوليه كنت حابه نهضر على الطبخ في الجزائر بصح لقيت روحي غرقه غرقه دونك اذا نسيت كاش ريجيون ولا كاش بلا ولا كاش بون جو با تو سيتي بصح كاش ريجيون سورتو اسمحوا لي دونك جوستمون باسكو لا فاريتي هذه كاينه يا اون غراند فاريتي في الطبخ الجزائري وكل منطقه عندها الطبخ ديالها ولي بلا تاعها وكل فصل عنده لي بلا تاعو من الشرق للغرب من الشمال للجنوب قريب 3 مليون متر كاري كيلومتر كاري شويه بزاف بلا ناسيونال طعم كسكسو. لا لا كوسكوس اي كوسكوس بيان سور كاين اون سنتين دو فاسون دو بريباري الكوسكوس كل واحد انكور اون فوا عنده الاخر بون سي با لا بين باسكو الكوسكوس تانيك لازم له الحلقه تاعو وحده دونك الاصول تاع علاش يا اون غراند فاريتي هكا في الطبخ الجزائري باسكو عنده اصول كثيره دونك عندنا من اصول من الاندلس صافا من الاندلسيين من العثمانيين من الشرق ومن فرنسا تانيك الوغ في الخضره حنا سكون نوتيليز لو بلوس البطاطا اللوبيا خضراء اللوبيا زروديه الباذنجان لفت القرعه والقرنون قرنون قرنون هو الاختيشو اه القوق انتما تعيدوا لخلايا القوق القنارية القنارية احنا القنارية كنقولوا على الحاجة اخرى سيكوا قنارية هي الخرشوف هي الخرشوف خرشوف خرشوف نقولوا الخرشوف احنا نقولوا الوغ وعندنا في لي زيبيس ثاني بيان سور كاين اون يوتيليز بزاف لي زيبيس منها الفلفل الاحمر راس الحانوت الكركم الكمون القرفه بزاف الزعفران القرنفل الحشيش المقطفه شنو الحشيش؟ ايوا هداي 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 شناهي؟ كتساعدي شناهي سميتو؟ الحشيش المقطفه مخدرات مخدرات في التفازه كوريوندغ حشيش حشيش مقطفه راجع لك كرونيك ديالك راه هادشي لا 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 كوريوندغ جعت واحد على هادشي كوريوندغ بحذاكم جيت عندكم حشيش في الماء هذا الفطور انا جاي لا 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 ماشي في الجزائر يحيى الحشيش شو اسمه ذا؟ سميته حشيش حشيش مقطفة يحيى حشيش المقطفة انا ديجا لا كرونيك طويلة زيدوا كملوا عليها زيدوا احنا عندنا الوقت ما بيان سور با بروبليم الوغ نعطي لكم لا ليست كامله لا شي خويا نو عندنا لي زونتخي نبداو بلي زونتخي واش كاين دونك عندك تشكتوكا هذه مش جزيرية تشكتوكا مغربية تونسية مغربية تونسية فوالا تخي بيان كملوا كل شيء بحال تشكتوكا ولا نعيطوا لها السلاطة المشوية اللي هو ترشي بزيت الزيتون بون عندنا توت لي ديفيرونت سلاط دونك تخلط ما بين الترشي والسلطه المشويه والحشيش وال يحب الشكشوكه سي تخوا شوز ديفيرونت مي نو الطرشي سي لي بومون القرعه هي الطرشي القرعه هي لا لا ماشي القرعه وهذا ولا كسكسو يلا ندوزو ندوزو لي سوب الوغ عندنا ندوزو لي سوب الوغ قال لك كنا جبدنا كانوا سكيزوفرين شويه دخلوا الترشي في القاع الاخر قبل في الحشيشه ايوب ايوب دوم بط في الطوموبيل قال لي تحب قرعه ما قلت له قرعه خاطر عندنا احنا قرعه في تونس قرعه معناها قرعه قلت له مزدك مسلد معناها هذه القرعه خاطر نحن وين القرعه؟ بوتيز بوتيز القرعه والقرعه قال لي تحب قرعه صبيح 10 متاع صبيح قرعه الوغ الوغ الشربات دونك كاين شربه فريك في الشرق اللي انا نموت عليها دونك يديروها بالفريك الفريك سي جو بلي كونكاسي القحم عندنا فريك شربه فريك شربه فريك فوالا عندنا شربه بيضاء في العاصمه شربه الحمراء في الغرب والحريره اللي تحسوا منيو رمضان ما نعرفش عليه جات لي الجوع اي الشربات باوي ياكلوا بزاف في رمضان الحريره تاع المغرب الحريره لي زوريجين تاعها الاصل تاعها اندلسي
سي بور سا اللي كاين في الغرب ديال الجزائر وفي المغرب. كاين في المغرب وفي الغرب ديال الجزائر. كيما حبيتي هي كيف كيف ما حنا الاصل تاعها الاندلس. حسب راسي في الضرب اليوم. اي الاندلس على الحريره الضرب. والله على الحريره. تخسروا بعضكم على حريره. انتوما زولاد زوينين. سي تري امبورتون سافوار باسكو كاين بزاف جوستومون دي بلا اللي حنا ثاني قعدنا يقول لك كين جينا يقول لك نو سي دي بلا ماروكان. هي سي فغي سي دي بلا مي دوريجين من الاندلس. وكم حنا الغرب ديالنا حتى له الاندلس دونك حنا ثاني كعندنا هاد السكين نورمال دونك هو ما علينا ما علينا تفضل كيما البسطيله باغ اكزومبل ثاني حنا عندنا اكملي بسطيله نعرفها تاع المغرب دابا والحمد لله اندلس صح المغرب الحمد لله كاين اللي كيقول الحق هي بعدا راس بليونيه باستيه باستيه سي ماروكا باستيه والله انا ما جنسيه تاع الماكله ما تهمنيش ما نعرفش نحط علم فوق لا بس كلها من اوغندا ولا من موريتانيا ولا تتاكل يا حمزه يا حبيبي اليوم الحقيقه الحلقه نتاع اليوم فعلا وين نتفقوا وين نختلفوا بانت يعني لما دوات على الشكشوكه يا بيني وبينك هذه مسائل صحيه معنيتها انا ما عندناش علاش نختلفوا الا كنختلفوا غير على الماكله ما كاينش علاش في المواضيع يعني الكلام لما دوات على الشكشوكه قالت هذه تونسيه حتى احنا الشكشوكه عندنا في ليبيا نعرفوها يعني ودويتوا على بستيله تقول في الجزائر وفي المغرب هذا دليل ان في ليبيا ولا في سويسرا في ليبيا ولا سويسرا خليهم لا نشوف ان فيه نقاط نحن نلتقوا فيه كل حد يظن ان هذه الاكله هي خاصه به فالكسكسي على سبيل المثال معروف في المغرب معروف في الجزائر معروف في تونس معروف في ليبيا يعني وانا علاش قلت اصول اندلسيه ما قلتش سي ان بلاد تاع الجزائر يلا ما قلت على الاصول يكون قلت يا تبنا ندوزو يلا يا سمعنا انا حتى طلب هذه الوغ في بلا بون بيان سور قلنا على الكسكس هضرنا على الكسكس بلي هو سي لو بلا ناسيونال كاين رشتا لي انا بيرسونيلمون سي مون بلا بريفيري وهي جايه شغل بحال ثاني سي دي كيما ثاني لا بات بحال لي نوي كيما لي نوي ويديروها بصوص مرقه بيضاء بالقرفه وبلي ليغوم الدجاج ولا اللحم كاين اوسي دونك الشخشوخه البسكريه ولا القسنطينيه دونك يعرفوا يعيطوا لها تاع دفر في قسنطينه ولا تاع الورق في بسكره ثاني كافيك اون صوص روج باللحم ولا الدجاج مازال انا قلت لك حمزه الوغ دوباره اهرب بالورقه والله اسمع اسمع الوغ دوباره اجي واش كاينين دي ليفغ دو كويزين الجيريان هكا غنشريوهم 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 ما تجيش غدا والله سي كومبليكي والله غير سي كومبليكي جاريف با بين الطواجن الوغ ما هضرتش على الطواجن ما هضرتش على طاجين زيتون ما هضرتش على سلامة الثالث وعندنا نوضوك نكملو نوضوك اوف واش فيني عندنا دوباره في بسكرا اللي هي سي سوب تاع الحميصه عندنا سفيريه صفه عندنا البركوكس البركوكس اللي هو جاي كيما كسكس صح زدت في لي بلال تا هما زدت من عند شي حاجه صح الليل والناس تحب تروح الهضره ما غاتمشي عنده صفه معايا هذا ما خلصت وخلصت وخلصت خلصت سائلة اليوم ساكتة جمهور قلق اللي تعمل في وردة واللي يعمل في صاروخ جمهور كنت حتى بعد يا جمهور وكاين بزاف لي زوطخ بلا اللي ما نقدرش نهضروا عليهم كاع دونك نعرض كاع الناس اللي كيفول سانتيريسي لهادو يروحوا سوغ انترنيت ولا جوستومون يشريوا الكتابات اي تو بور سافوار انا غير حبيت نهضر لكم على كاين واحد لا بارتيكولاريتي في الماكله تاع الجي هما الاسميات تاع لي بلا الو عندنا اسميات شويه بيزار كيما ودينه القاضي ودينه القاضي سان غاتو ودينه القاضي صح سي اندالو فوالا نو سا دو ايتر اوتو لا بصح هادي جو بونس با كو سوا اسبانيوريه كاين ان اوتر بلاوس مسكران طايح في الدروج انا غنمشي جات السالو ما مشيتي سي بور سا سالو كاس معاك اجا مفصل عامل شتيت سكران طايح في الدروج اكرم متسلسل سي دي بلاج زي كتب غنية يلا صافي تفضل تفضل كيفاش ياكل شفتوا في العازب برانية مخ الشيخ دار عمي شبح صفران مدربل
اسمعني وذقتهم الكل انت لا بليبار لا بليبار نو سي تري بون سي دي بلاج جو سي لا بارتيكولاريتي تاع لي بلاج وعندهم دي نون بارتيكولير تري درول دايور سي سري بيان دو فير اون ريشيرش شكرا 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 ياسمين عطيهم عطيهم غادي نرجعوا للضيف ديالنا ولكن بعد هذا الفصل مختار الى اون تري تري بيل فوا نعم برافو جوستومون كاينين بيرم مغنيين مغاربه شباب اللي داروا دي ريبريز الاغاني ديالك غنسمعوا شي حاجه سلام سلام يا ربي يا مولانا قداش وانا ملعب في الكرسي بارك يو يو قول واش يا مواطن وليتي تحب تشارك يوم لطم الجويعة لا بيطانة لا فقراء لطم ناس بالحبس ولا حتى في سبيطارات لطم الجويعة لا بيطانة لا فقراء لطم ناس بالحبس ولا حتى في سبيطارات واكلين شاربين ديما ناشتين بالخير عايشين بيرم واش انت كاين مغنيين مغاربه اللي كيلهموك باش انك تاخذ دير اون ريبريز ولا تغني شي اغنيه ديالهم شكون عاد الاغاني مع نعم بعثهم بس حاجات مزيانه ليه انا عملت اغنيه مره معناها انسبيري من الجراند ارتيست بالخيات عبد الهادي بالخيات عبد الهادي بالخيات اللي هي داير اسم نفس العنوان هي بنت الناس ما هو عملها في الثمانينات كنت مي انا بدلتها معناها فهمت خاطر الحب نتاع 2012 مش هو الثمانينات نعم تو يقولها بنت الناس انا فقير تقول روح روح على عبايد تقول لها انت بنت الناس نقول لك نغني مش تغني لنا نسمعها نغني لك تفضل مرة هذه قلت لك اي بيرم هذه الأغنية الأصلية يعني يا بنت الناس توا الاغنيه الفيرسيون التونسيه هذايا عبد الهادي بخيات حب وعصافير شريفة وعفيفة
جولييت بنية رومانتيك كنت تحرك هكا ولا هكا نقلب لك عيني حبك سكسي تخرج تصهر وتقفي حبك كيما مادي وانجيلينا جولي يا بنت الناس انا نحبك نموت ونفنى فيك راني داوي ناس تحسن نحب نعرس بيك يا بنت الناس انا نحبك نموت ونفنى فيك راني ناوي ناس تحسن نحب نعرس بيك والدور الايام وتتوالى في عشة الهنا الأمور 2003 أنا بغيت نعرف شنو اللي كيخوف بيرم خوفني أنا؟ مربي حتى حاجة ما كتخوفك من غير الله كهف كانت عندي معلمة خاف منها ربي هداها كانت تضربني ياسر كنت صغير ربي هداها ولا هداها؟ ولا انا عاش هديها ولا مهديها حسب ما سمعت مازلت اضرب الصغار بخلاف هذا لا ما عنديش شيء بخلاف ربي ما عندي مخاف عندك حققتي نجاحات كبيره فين كتقدر تقيم النجاح ديالك واش في الجمهور او لا في الاشياء اخرى اللي درتيها يعني درتي بزاف ديال الاشياء من غير الاغاني درتي دي كومباني بيبليسيتي كبار درتي جو بونس ما نجمش واحد يقول نجح لما تولي الموسيقى المغاربية بصفة عامة تخرج للعالم خاطر ما فهمش علاش باش نشوفوا معاي مالي بحذانا عندها سليف كايتا عندها واحد ونحن مازلنا ما عندناش معناها فنانين اللي خاطر مشكلة إنتاج معناها تو مثلا في المغرب فيها أوم فيها هوبا هوبا سبيريت فيها درقة فيها بيج فيها فنانين بالحق معناها كاليتي كبيرة ما مازلنا ما تعديناش للليتاب تاع نوصلوا للعالم هذاك علاش بالنسبة لي النجاح يوصل نهار كان نرجع لك عامين أخرين بعد الألبوم الثاني هذا والثالث وواحد الموسيقى نتاعو يسمعوها في العالم وقتها نقولوا نجاح. أنت كتحس عندك بزاف ديال مازال عندك أشياء باغي تحققها؟ بالطبيعة مازلنا معناها باش تكون معروف في بلادك في المغرب ولا في تونس سهلة فهمت؟ تعمل مشكلة تعمل سكندال حتى السفاح معروف في بلاده ما. حتى مجرم خطير يبدأ معروف في بلاده ماهيش صعيبة يعني باش تكون معروف في بلادك ماهيش لكن بالنسبة لك النجاح هو النجاح هو أنك تكون معروف بالنسبة لك لا مش معروف لا أنا نحكي أنا بلا حتى هيفا وهبي معروفة معلاش عندها هيفا وهبي هذوك ما قلت والو هذاك عندها هيفا وهبي إذا باقي حديثنا معك متواصل ولكن بعد الفقرة ديالنا اللي هي في المغرب واليوم في المغرب غنهضروا على شي حاجة اللي هي خاصة اللي هي لو لونغاج ديال التاكسيات نشوفوا الروبورتاج ونرجعوا التاكسيات البويض ديالنا مشاو بعيد طوروا بزاف استطاعوا يخلقوا واحد النوع من الإشارات خاص بينهم وبين الكليان ديالهم كاين كراج على بحال هكا كاين اشاره اخرى عاوتاني مطار
نواصر كاين الساحه دوره هكا ثباته كيديروا هذه الاشاره هذه كاين القرايعه كيدير راسو هكا كاين العنق كيدير هكا كاين حي الصدري كيقيس صدرو غادي للسطات خارج الطريق كيدير واحد الاشاره ديال الكمانجه. هاد الاشاره فكره ذكيه حيت سهلات الماموريه على الجميع. مول الطاكسي كيشوف الاشاره ديال الكليان، الا كان الاتجاه ديالو راه كيوقف، ما كانش راه كيكمل بلا هذيك وقف سول زيد. فوالا كتكونوا جايين واحد الطاكسيات وعند كوفه ديال الطاكسيات فيهم واحد غادي للحزام واحد غادي للحي محمدي واحد غادي للمدينه، يعني الكليون كيعرف الاشاره ملي كيشير على الطاكسي كيمشي الاتجاه ديال هذاك السيد كيهزو ويزيد يمشي بحاله، لان الا كان غادي يوقفوا اربعه الطاكسيات باش غيتسول اربعه الطاكسيات باش يلقى الاتجاه اللي غادي فيه غتكون عرقاله بزاف وسط الشارع. هو كيختصروا شويه على السيركيلاسيون باش ما تعرقلش، الا جيت غنبقى نوقف لهذا وانا ماشي في الاتجاه ديالي، ونوقف لاخر ماشي في الاتجاه ديالي، هذيك الاشاره كتختصر، اما غنروم ليه من هزو، اما غنزيد، ما نعرقلش اللي ورايا. هاد القضيه مزيانه، وسمعت بان حمزه بغى يستغلها ويصوب كتاب قال لك اسيدي بغى يسميه كيف تتكلم مع مول الطاكسي من البعيد. كاين هاد الشيء حمزه؟ كاين هاد الشيء كاين. عرفتكم كلشي باغي يهضر على هادشي. كاين هادشي قال لك على واحد الكتاب ان شاء الله غادي نخرجوا في الاسواق في غير لي سيل ديال الطاكسيات، نتمنى عليكم تشريوا الدعم وهاد لا واحد السين اللي ما داروش ما عرفت اونفا شنو كيقولوا لها اونفا عارف الطاكسي غادي له كاليفورنيا كاليفورنيا كيفاش دير كاليفورنيا يسار واحد خينا سولني قال لي مني كتلعب الوداد والرجاء شكون اللي كيخسر؟ قلت ليه كيخسر الترامواي. قال لي مني كتلعب الريال والبارسا شكون اللي كيربح؟ قلت ليه كيربح حسن مول القهوه. قال لي ويلا المنتخب الوطني المغربي دا كاس العالم قال لي شنو غيوقع؟ قلت ليه شاكيره غتولي تغني العلوه. غتولي تسمع الشامينا مينا أمل حبيبي مالو عليا وكا وكا الشامينا منا الشامينا منا زدو بينا العلم زيدو بينا القدام زيدو بينا القدام الأخيابة وكا وكا أبابا أبابا وعيط الله تصيب الله أحمزة ويا شو مني كتكون كتفرج في البطوله الاوروبيه كيبان لك اللاعب كيماركي البيت كيمشي يجري عند صحابو كيعنقهم، حنا عندنا اللاعب كيماركي البيت كيولي يجري وصحابو تابعينه يا ودي اجي نبوسو. واحد الحاجه اخرى ما عرفتش المنتخب ديالنا مني ما كيتاهلش كيبقى فينا الحال وكنكعاو بحال كنا غنديوه، راه كنمشيو ناكلو ونشربو الطياره يداتنا تبقى دايره مارشا طردنا. انا يلاه عرفت دابا علاش المنتخب ديالنا ما كيدير والو. دابا التلميذ علاش كيسقط في الباك؟ حيت ما حافظش الدروس ديالو. كذلك المنتخب ديالنا علاش كيسقط ديما؟ حيت ما حافظش النشيد الوطني. وانا كيبان لي الحل الوحيد اللي نقدروا نديروا المنتخب ديالنا باش يزيد لقدام هو نجيبوا ليه مدربه، حيت كلشي غيولي باغي ماركي باش يمشي عنقا. واحد الحاجه ما بغيتش تفهمني، انا وليتي كتدخل القهوه كتلقى ثلاثه عاصرين على براد 100 ريال وشادين النميمه في كريستيانو ب 94 مليار. واحد قال لك فيه البخ كان كيقرا معاه. واحد نقص قال لي تما كريستيانو كيسحب راسه هو ابرامي. تعرف ابرامي واحد الدري ولد دربنا سميتو سكالو. هذا سكالو داخل مريح كيتفرج في قهوه في ماتش ديال البارسا وعافط على راسه مزيان. كيتفرج بارسا كيبان لي ميسي كيشروط في عباد الله كينعس 8 ويماركي كيبان لك بنادم قد البغال جاي كيجري كيدير ليها كيضرب راسه مع الاشاره ديال المسكه بقى كيشوف كيبان ماركه براسه وماركه بيدو وماركه بظهره وينوض قال لهم الدراري اكتشفت واحد الحاجه قال لهم ميسي اشاعه ما كاينش
قال لي مشي كامل دايره لينا امريكان باش تدوخنا. وعندنا شي معلقين يا ربي السلامه ما كيقولوا والو. كره في التماس، كره في التماس، مني كيبدا الماتش كره في التماس، ارضيه غير صالحه بتاتا لاجراء مقابله في كره القدم. الخطر كنت كنتفرج في واحد الماتش في السعوديه، عرفت شي واحد معلق بوحدو نوض فيستيفال، ليت كان باين بحالهم خاصني فلوسهم. قول قول للفن والابداع والفلسفه ناس، ولا الجول قناص ولا الفوز كاسر، وليا جماعة الفن في عقد الالماس يزفها التاريخ لإبداع ياسر. ياسر القحطاني السلاح المحرم دوليا، من بن سليمان إلى الصين تبقى الأرجنتين ويا الأرجنتين. الله عليك يا مونة، الله عليك يا مامادو، ميلود ميلود العائد تشون من منتخب ليبيا، يضع الكرة بين أحضان الشباك. يا فيلالي يا غالي يا غالي، ويلو 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 يا سواد ليلو، لو بدين بدان عينو، ويلو ويلو. دايره ماش ظهر لك فهاد اليسار؟ عندنا لا 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 ما جينا من بعضنا قبل، عندنا لي فينومين عندنا هنا في تونس اللي يبداو في التاي وكريستيانو بيال، ولا لي ميم فينومين يبدا في جيبو درهم ويبدا كريستيانو بيه وعليه. إذن غادي ننتقلوا للجزائر، الفقره المواليه اللي هي في الجزائر. نشوفوا ريبورتاج ونوليو. بالعاصمة الجزائرية الجزائر كيتبنى حاليا ثالث أكبر مسجد في العالم، جامع الجزائر الكبير، واللي غادي تخسر عليه أكثر من مليار دولار، واللي تكلفات شركة صينية بالبني ديالو. هذا مشروع إن شاء الله مليح اللي يزيد في المكانة تاع بلادنا ما بين الدول العربية الإسلامية، وهذا شرف كبير لبلادنا أنها تحتضن هذا النوع من المشاريع. أهم ما كيميز الجامع هي المنارة ديالو اللي غادا تكون عالية كتوصل 300 متر، يعني أعلى منارة مسجد في العالم. الناس اللي فكروا يبنيوا هاد الجامع فكروا في كل شيء، في الصغيرة والكبيرة، ما ناقصت حتى حاجة، كل شيء كاين فيه. فيه برشا أمور، فيه جامعة إسلامية، وفيه برشا 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 حوايج اللي راهم يهموا الإسلام والأمة الإسلامية بكل، وعلى كل حال ستان بليس بور لو موند عرب بكل إن شاء الله، والأمة المغربية والأمة الإفريقية، ونتمناو إن شاء الله النجاة على هذا الجامع هذا، ويكونوا ربي يقول كيفوا إن شاء الله في العالم بإسره. الجامع غادي يكون معلم ميز يفتخر به الشعب الجزائري وكل مسلم في العالم كله. ولينا الشرف أن الجزائر يكون عندها يكون لها أكبر مشروع إسلامي من بعد الحرمين، الحرم الشريف والحرم النبوي. الوغ كيما شفنا هذا مشروع تاع ثالث أكبر جامع في العالم مر الجامع ديال مدينة ومكة، هو راه رايح يتبنى دولي ترافو على 400,000 متر مربع، ويكون صالح دونك في قاعة الصلاة ل 100,000 شخص، avec une place de parking avec un parking 6000 طوموبيل. كاين ثاني بصح اون دوغ دو هاد قاعه الصلاه تاتو راهم رايحين يديروا avec des salles de conférence، كاين فيه قاعه العروض، مكتبه فيه بوغ 2000 شخص، avec قال في البروجي في هذيك المكتبه قال لك يديروا فيها اكثر من مليون كتاب باش الناس تروح تطلع على الكتب. يوغا ثاني متحف الفنون والتاريخ الاسلام، فوالا دونك فريمون باش نقولوا بلي هذا الجامع حبوه يولي صراحه تاريخي للاسلام، و سي لان دي بلو غران بروجي، واللي استقام اللي راهو يستقام لهم البروجي لوغا كوتي 1 مليار دورو، فوالا مليار دورو، 4000 ريال. لا شويه اكثر شويه اكثر، فوالا. نعم. الله يكمل بخير. امين. بيرم كنعرف انك كتشتغل بزاف مع الفنان الجزائري بعزيز. صديقي بعزيز.
طرالك معاه شي مغامرات مغامرات هو طردوه من تونس انا طردوني من الجزائر تلاقينا في فرنسا اسمع هذيك يوم فوا بعزيز طردوه من تونس وفي المطار هزوه باش يروحوا بيه مشاو للجزائر سوف كي ليانتر ديما الجزائر زاد باش باش يعملوا راسات في الهواء يدور من بعد هزوه لفرنسا ودرتي شي حفلات في المغرب ولا عندك مشروع؟ المغرب لا مازال ما عمرك اما في الالبوم يعني الجديد تاعي اللي يخرج في فيفري باش نجي هوني معناها باش باش معناها باش نعملوا ليزانترفيو في في التلفزة في الراديو في الكوميونيكاسيون بعد ان شاء الله نعملوا مرحبا بك حفلات عايش مرحبا بك انت احنا انا ولد الدار احنا تشرفنا بزاف بحضورك معنا في هذه الحلقه كنتمناو طبعا انك تزيد جيت بحذانا في تونس نجيت حتى انا طبعا اذا وصلنا لنهايه الحلقه مع الاسف انا ما سخيتش بهذه الحلقه والله الحمد لله ثقفت برشا اليوم عرفت لي ثم جاتو اسمه تبوس معناها معلومه مهمه فرحوا به برشا معناها هوني الاولاد والكيب وتبارك الله الكيب باهي فهمت دو جرونز ارتيست معناها عندكم ان شاء الله نرجعوا في مع الجروب نتاعي مع الباند نتاعي إذا دارك هادي ومرحبا بك في أي وقت يعيشك شرفنا نجي وطردوا إيمان عنا مخير في تونس مرسي مرسي ونعم الصديق قبيلة هو يتكلم بالمغربي ما فهم والو احنا نضحكوا ها 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 تم فهمكم اذا بهذا الضحك وهذا الجو من المرح غادي نودعكم مشاهدينا ونعطيكم موعد الاسبوع المقبل حلقه جديده وضيف جديد ومواضيع جديده تبقوا على خير اشهد بالله